مرحبا يا تلاميذ الصف الثالث، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب تكونون بخير وصحة وسلامة. الدرسنا لهذا اليوم هو صفحة 19 من سورة التين للحفظ والشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون، والتين والزيتون، وطور سنين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سنين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العلي العظيم. عندنا معاني الآية المباركة. التين فاكهة معروفة، الزيتون ثمرة يستخرج منها الزيت، والتين والزيتون ثمار مباركة تشبه ثمار الجنة، طور سنين جبل في شبه جزيرة سيناء، البلد الأمين مكة المكرمة، لقد خلقنا الإنسان آدم عليه السلام وذريته في أحسن تقويم في أجمل صورة، أسفل سافلين النار، أجر غير ممنون، أجر غير منقطع. نجي إلى تفسير الآية الكريمة. أقسم الله تعالى بأربع أمور: التين والزيتون، وأقسم بالجبل طور السنين، وأقسم بالبلد الأمين. الزيتون وهما من ثمار التين والزيتون هما من ثمار المعروفة الكثيرة الفائدة، ويستخرج من الزيوت من الزيتون زيوت ينفع للعلاج. وأقسم بالجبل طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى تكليما، لذلك سمي النبي الله موسى عليه السلام بكليم الله. وأقسم بالبلد الأمين مكة المكرمة، وهي بلد آمن حرم الله تعالى فيها القتال لأن مهبطة للإسلام وفيها بيت الله الحرام. فاقسم الله تعالى بهذه الأمور الأربعة على أنها خلق الإنسان في أحسن تقويم وأحسن صورة ومنحه العقل والقوة. إن الله تعالى سيغير حال الإنسان في كبره فيتغير شكله وتذهب قوته وقد يذهب عقله، إلا الإنسان المؤمن فسيبقى بكامل عقله ولن ينقطع الله تعالى عنه الأجر ويجزيه أجرا عظيما. أدنى حل المناقشة صفحة 21. اختر الإجابة الصحيحة من الفراغات. عندنا أقسم الله تعالى في سورة التين بأربعة أمور: سيخرج الزيت من ثمرة الزيتون، عندنا الزيتون، أسفل السافلين هي النار. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة وصحح الخطأ. أدنى مكة المكرمة بيت الله الحرام، هو بلد آمن لا قتال فيه، صح. كلم الله موسى عليه السلام في مكة، خطأ. كلم الله موسى عند طور السيناء، هذا سمي بكليم الله. طور السنين هو الجبل في سيناء، كلم الله تعالى فيه النبي محمد، لا، كلم الله فيه النبي موسى عليه السلام.